السلام مشاهدينا الكرام، واسعد الله مساءكم بخير. احييكم واقدم الى حضراتكم الموقف الاخباري. لجان المقاومه ضمن جدول تصعيدي ثوري، وشؤون امن ولايه اعلنت استمرار حركه المرور مع التأمين على استمرار خدمة الإنترنت. ووجهت اللجنة استراتيجية بوسط الخرطوم. وحضرتها مدينة ود مدني خرجت جموع متظاهرين، جاءت شوارع المدينة الرئيسية حيث احتشد الجموع وسط المدينة، وطالب المتظاهرون بضرورة الإسراع في الكشف عن الجناة الذين تسببوا في قتل المتظاهرين مرددين. وكانت المدينة قد شهدت خلال الأيام الماضية اضطرابات وتظاهرات استغال على أثرها. في موضوع آخر، سيادة الفريق أول ركن محمد دقلو مبعوث للسودان وجنوب السودان أندريا ستياس، بحث لقاء العلاقات المتطورة بين السودان والنرويج ويخدم المصالح النرويج الداعمة لاستقرار السودان. ومن جانبه قدم المبعوث النرويجي تنويرا حول مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، النتائج التي توصلت إليها الأطراف التي أمنت دعم مبادرة فولكر مع التأكيد على أهمية السودانية. وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر اجتماعا بالوزارة ناقش من 2022، وأكد أن الميزانية تعتمد على الموارد الذاتية، وأشار إلى ضرورة عكسها على المواطنين بصورة شفافة وصادقة. الربع الأول من الميزانية بحيث تركيز الناس والسلام والنقل الديمقراطي، بالإضافة المشروعات التي تحقق الرضا الثقافي والسلام الاجتماعي والرقابة الثقافي والإعلامية الداخلية المباشرة الاجتماعي والسلام. في الوزارات المختلفة. دعا تحالف كان المقاومة المستقلة كافة ببلاد إلى ضرورة الجلوس لمائدة حل مستديرة لحل الأزمة الراهنة بالبلاد، ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز نبض السودان للخدمة الصحفية، وشدد على أهمية البدء الفوري في تنفيذ عملية الوفاق الوطني من أجل البلاد العليا. كما ناشد صب في حل الأزمة. دورنا بنحقق رؤية جديدة تقدم والتحول المدني ما فيها تحيز لحزب أو تحيز لأي جهة عسكرية من المحاور. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية إلغاء
44 القاضي بخصم مبلغ 1000 جنيه لكل جرام ذهب من المعدنين التقليديين، وتخفيضه إلى مبلغ 400 جنيه لكل جرام. وأشار المدير العام إلى اعتماد قرار جديد بتخفيض رسوم العوائد على إنتاج التعدين التقليدي إلى 400 جنيه على جوال الحجر الخام ببوابات أسواق التعدين، وأضاف أن القرار لم يكن أحاديا وإنما بالاتفاق والسيطرة على السوق خاصة سوق العملة لزيادة القوة الشرائية. عبر استمارة الترحيل، لأنه استمارة الترحيل يتيح مساحة لمعرفة الإنتاج الحقيقي من الذهب. القرارات جاءت يعني تنفيذا للشراكة أو يعني القطاع الحكومي في قطاع التعدين التقليدي، وكذلك إحاطة كاملة بإنتاج الذهب في قطاع التعدين التقليدي، وتقديم مزيد من التسهيلات من كشف وفد هيئة السوق والمقاييس لدى زيارته لشركة الخرطوم للذهب والمعادن السعودية مشتركة بين الجانبين لتفعيل آفاق التعاون فيما يتعلق بتطوير وترقية الإنتاج في الأحجار الكريمة وتقنيها بالبلاد. وقال المواصفات والمقاييس سامي بلا إن الزيارة تهدف لتفعيل التعاون من أجل زيادة الإنتاج ودفع عجلة التنمية من خلال صادرات المعادن. نزور كل الجهات اللي عندها تطوير الاقتصاد السوداني، اذا كان بالمعادن الشركه يعني شنو امكانياتهم وشفنا انه ونظرتهم والفيجن بتاعتهم للمستقبل في انه كيف نطور القطاع ده على سيكون كل مره بس التصدير فقط لتصدير الذهب وكذا وغيره، والمعادن دي يكون هي بلد وتضيف قيمه للاقتصاد السوداني. زياره مدير عام الهيئه السودانيه للمواصفات والمقاييس و لشركة الخطوم للذهب والمعادن السبائك بشكل أهمية كبيرة جدا، أهمية في الاقتصاد السوداني. بالتأكيد الهيئة يعني للمواصفات والمقاييس لكل ما يأتي من الخارج الداخل وما يصدر إلى الخارج، وبالتأكيد قطاع التعدين صورة أساسية. الهيئة كبيرة جدا في القطاع بكل المكونات سواء كان الذهب أو الأحجار الكريمة أو غيرها، التحليل والفحص وإظهار الشهادات وغيرها من الأشياء. بالتأكيد قطاع التعدين فيه مؤسسات كثير جدا ذات صلة، إذا كان وزارة المعادن، إذا كان الشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وكل المؤسسات ذات صلة. دشنت جمعية قادرين 18 مشروع إصحاح البيئة ونظافة المنطقة، بالإضافة إلى مشروعات إعادة تأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية. وناشد المتحدثون خلال حملة إصحاح البيئة ونظافة الشوارع الجهات المختصة والخيرين ورجال الأعمال بضرورة دعم المبادرة، كما ناشدوا كافة الشباب بمحليات الولاية المختلفة للبناء والتعمير للنهوض بالوطن. بأن يقوموا بنظافة شوارع البوهية
معا نفعل المستقبل. المبادرة تكون مستمرة إن شاء الله بإذن الله. إحنا مستمرين والله وشغالين من جيوبنا من جيوب الناس، دارين نعمر حارتنا يا جماعة إن شاء الله على مستوى كل الوطن. فالإخباري قدمته إلى حضرات أشكركم على